تحية مجددة، معكم سعيد الحضري من قلب مدينة المضيع، من كورنيش المضيع. اليوم غنقول لكم بأن السياحة الداخلية بالمضيع كتشهد واحد الفوضى كبيرة. الجميع كيقول بأن المضيع فيها الغلاء، المضيع وكاين اللي كيقول زوينة، كاين اللي كيقول هادئة، ولكن اليوم أنا تقهويت كاس ديال القهوة ب20 درهم. يعني معنا حنا خمسة بينا خلصنا 100 درهم. قرب التيكي، ها هو التاريخ، كاين التاريخ، الاسم ديال المقهى هي ايطاليانو على الكورنيش، ب20 درهم، خمسة ديال اسبريسو 100 درهم، بين مضيق توتال 100 درهم. ما كاينش مراقبة الاسمينة. اذا بغينا نشجعوا السياحة الداخلية شنو خصنا نديرو؟ اذا بغينا نشجعوا السياحة الاجانب شنو خصنا نديرو؟ انا كفرد من الجالية عشت في اوروبا، هاد الثمن هذا ما كاينش في اوروبا، 20 درهم ما كاينش في اوروبا. الوزيرة قالت بان اللي كيربع 20 درهم في النهار ماشي فقير. الوزيرة العدالة والتنمية، الوزيرة 20 درهم راها الثمن ديال القهوة في المغرب. الوزيرة ديال العدالة والتنمية كتقولي بان 20 درهم اللي كيربع 20 درهم ماشي فقير، فانا شربت قهوة في المضيق اللي هي مسقط راسي ب 20 درهم. فينا هي المراقبة؟ فينا هي المراقبة؟ وربما قنينة خمر ما كتسواش 20 درهم، قرعة ديال الشراب ما كتسواش 20 درهم في البحر، ولكن باش نشرب انا قهوة في المضيق مسقط الراس ديالي ب 20 درهم ما يمكنش. إلى هنا كنوجه الرسالة ديالي إلى سيد الباشا باشوية المضيق، إلى المسؤولين، إلى وزارة السياحة، إعادة نظرة الأثمنة، ويشدوا المراقبة على الأثمنة ويفرضوا الضرائب. فهاد 20 درهم اللي خلصتنا بإكراه، ما كاينش أثمنة معلقة، الكاميريرو ما خبرناش في الأول، وبالتالي فتم النصب علينا. شحال كيربح هذا الخدام هذا اللي خدام كيسربينا؟ راه ما يمكنش. إذا كان معكم سعيد الحضري من مدينة المضيق، فاعل جمعوي وناشط سياسي، وشكرا.